تبارك الله الذي أرادنا له بيسوع المسيح. أيها الأحباء، في هذا النهار وهو 28 من هذه المسيرة الميلادية، نقرأ من رسالة القديس بولس إلى تيتوس فيقول: الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أول ما نتذكره في هذه الآية هو أن الله يسعى لخلاص الإنسان حتى لو كان الإنسان لا يسعى لخلاص نفسه. عندما أخطأ آدم وسقط لم يسعى لخلاص نفسه، بل نراه قد هرب من الله واختفى، ويقول سفر التكوين: اختبأ هو وامرأته من وجه الرب. وهكذا أوجد حاجزا بينه وبين الله الخالق الأب، ومن هنا بدأت الخصومة. من الذي سعى لخلاص آدم؟ أليس هو الله؟ دون أن يطلب آدم منه ذلك، لأن الله أحب الإنسان فهو خليقته. آدم شغله الخوف عن الخطأ، شغله التفكير عن الخلاص، ولكن الله بحث عن آدم وتحدث معه، أعطاه وعدا بأن من نسل المرأة سوف يأتي من يسحق رأس الحية. هو الله نفسه الذي أتانا في ملء الزمن بيسوع المسيح من نسل امرأة جديدة، لكي يعطينا الخلاص ونعرفه أكثر، فهو الطريق والحق والحياة. هو يريد خلاصنا جميعا ويسعى إليه، حتى إن كنا نحن في تكاسل أو في شهوة غافلين عن خلاص أنفسنا، هو دائما صاحب المبادرة. يعود إلينا في كل سنة لكي يذكرنا بهذه المحبة العظيمة التي بها أحبنا فبدل ابنه الوحيد لخلاصنا. في قصة الخروف الضال نرى أن هذا الخروف الضال لم يسعى لخلاص نفسه، بل ذلك الراعي الصالح ذهب وراءه ووجده وفرح به. هكذا هو الله الذي يفرح أيضا بخطأة يعودون إليه. فلنستفد أيها الأحباء من هذه المسيرة الميلادية لكي نعود إلى الله، وأن لا يكون سبب شك في خلاصنا. تأكد أيها الأحباء، وتأكدوا أيها الأحباء، إن كنت تريد الخلاص من الخطيئة فأن الله يريد ذلك أضعافا وأضعافا عنك. إنه يدعوك دائما إلى الخلاص بيسوع المسيح. آمين.